أعزائي تلاميذ سنة ثالثة ثانوي إعدادي متتبعي قناتي التربوية، أهلا بكم في هذه الحلقة حول المناعة المكتسبة. لتحميل الموارد الرقمية الواردة في هذه الحلقة زوروا الروابط التي أنشرها أسفل الفيديو في الوصف. أنتظروا اشتراككم وتعليقاتكم لتحسين هذه الأعمال. أعزائي التلاميذ، تعرفون جيدا أن بعض الأمراض مثل الحصبة لا تصيب الإنسان مرة ثانية في حياته، إذ خلال الإصابة الأولى يكتسب الجسم مناعة ضدها، إنها مناعة مكتسبة إذن. كما تعرفون أنه يتم تمنيع أو إكساب الأطفال المناعة منذ الولادة ضد الأمراض الجرثومية بواسطة التلقيح، فما هي وسائل المناعة المكتسبة إذن وما هي خصائصها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نقوم بالأنشطة التالية. عندما نلاحظ مصل مأخوذ من فأر شفية من مرض الكزاز، نكتشف أنه يحتوي على جزيئات بروتينية على شكل حرف إيغريك مختلطة في المصل، تسمى مضادات الأجسام. فما هو دور مضادات الأجسام إذن؟ يبين تحليل دم شخص مصاب بمرض الكزاز لأول مرة ارتفاع كمية سمين الكزاز في دمه منذ العدوى حتى اليوم الخامس، ثم تنخفض كمية سمين الكزاز تزامنا مع ظهور مضادات الأجسام في دمه في اليوم الخامس، لأن مضادات الأجسام تقضي على سمين الكزاز. فكيف تقضي مضادات الأجسام على سمين الكزاز أو العناصر الأجنبية إذن؟ من خلال هذا الرسم يتضح أن مضادات الأجسام هي جزيئات على شكل حرف إيغريك موجهة للقضاء على العناصر الأجنبية التي تسمى مولدات المضاد بطرق متنوعة، مثل الالتصاق بها، هذا ما يعرف بالتلكت، أو عن طريق تحليلها. بما أن مضادات الأجسام لم تكن موجودة في المصل قبل العدوى ولم تظهر إلا بعد العدوى، فإن هذه المناعة مناعة مكتسبة. وكذلك بما أن مضادات الأجسام توجد مختلطة في المصل، فإن هذه الاستجابة المناعتية تسمى استجابة مناعتية خلطية أو ذات وسيط خلطي. فما هو مصدر مضادات الأجسام إذن؟ من خلال هذا الرسم المتحرك يتضح أن مضادات الأجسام تنتجها البلازميات، وهي نوع من الكريات البيضاء تسمى الكريات اللمفاوية بي. فما هي خصائص مضادات؟ للإجابة عن هذا السؤال ننجز التجارب الافتراضية التالية. نحقن فأرا سليما بسمين كزاز، فنلاحظ موت هذا الفأر بمرض الكزاز لأنه لم يكتسب مناعة ضد سمين الكزاز من قبل. نحقن فأرا آخر بمصل مأخوذ من فأر شفية من مرض الكزاز، ثم نحقن هذا الفأر بسمين الكزاز، فنلاحظ عدم موت هذا الفأر لأن المصل الذي حقن به يحتوي على مضادات أجسام جاهزة هي التي قضت على سمين الكزاز. لكن عندما نحقن هذا الفأر بسمين الدفتيريا يموت بمرض الدفتيريا ولا تنقذه مضادات الأجسام الموجودة في المصل، لأن مضادات الأجسام نوعية، أي لكل نوع من مولد مضاد يتم إنتاج نوع خاص من مضادات الأجسام. إذا نستنتج من هذه السلسلة التجريبية أن المناعة الخلطية أو المناعة ذات الوسيط الخلطي مكتسبة ونوعية. في هذا التمرين مطلوب منا أن نسحب كل نوع من مضادات الأجسام إلى مولد المضاد الذي يناسبه. إذن مضادات الأجسام نوعية ومتخصصة في إبطال نوع خاص من مولد المضاد. في هذا النشاط سنكتشف خاصية أخرى تمتاز بها المناعة الخلطية من خلال تحليل مبيان تطور كمية مضادات الأجسام في دم شخص أصيب مرتين بنفس مولد المضاد، إذ نلاحظ بعد الإصابة الأولى لا يتم إنتاج مضادات الأجسام إلا بعد مرور عدة أيام بكمية قليلة وببطء. هذه الاستجابة تسمى استجابة مناعية أولية. بعد الإصابة الثانية بنفس مولد المضاد نلاحظ إنتاج مضادات الأجسام فورا وبكمية وافرة وبسرعة، وتسمى استجابة ثانوية. فكيف نفسر هذه الملاحظات؟ الجواب على هذا السؤال هو كون أن الجهاز المناعي يمتاز بذاكرة مناعية تجعله يتذكر بسرعة العناصر الأجنبية التي سبق أن قاومها، فتكون الاستجابة الثانية قوية وفورية وسريعة، ويتم القضاء على العنصر الأجنبي بسرعة. إن مبدأ التلقيح يعتمد على الذاكرة المناعية. من خلال تحليل هذه السلسلة التجريبية سنكتشف وسيلة أخرى من وسائل المناعة المكتسبة. نحقن الفأر رقم 1 سليما بعصية كوخ، وهي بكتيريات تسبب داء السل، فنلاحظ موت هذا الفأر بمرض السل لأنه لم يكتسب مناعة ضد هذه الجراثيم من قبل. نحقن الفأر 2 بمصل فأر شفية من مرض السل، ثم نحقن هذا الأخير بعصية كوخ، فنلاحظ موت هذا الفأر بمرض السل لأن عصية كوخ لا يتم القضاء عليها بواسطة مضادات الأجسام. نحقن الفأر
الفأر 3 بكريات لنفاوية مأخوذة من فأر شفي من مرض السل، ونحقن هذا الفأر بعصيات كوخ، فنلاحظ عدم موت هذا الفأر لأن الكريات اللنفاوية وهي نوع من الكريات البيضاء تقضي على عصيات كوخ. إذن من خلال هذه التجارب نستنتج أن بعض العناصر الأجنبية مثل الخلايا الأجنبية والخلايا المعفنة بالجراثيم لا يتم القضاء عليها بواسطة مضادات الأجسام، بل بواسطة خلايا تسمى الكريات اللنفاوية. إنها مناعة خلوية أو مناعة ذات وسيط خلوي. إذن فكيف تتم المناعة ذات الوسيط الخلوي؟ إذن يبين هذا الرسم سلوك لنفاوية T مع خلية معفنة بالجراثيم. لاحظوا أن اللنفاوية T تلتصق بالخلية المعفنة ثم تحدث فيها ثقوبا وتهدمها بما فيها من جراثيم. بينت الملاحظات كذلك أن المناعة الخلوية مكتسبة وتمتاز بذاكرة المناعية كذلك. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكرا على مشاركتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.